السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لموضوع مبادئ الرسومات التنفيذية، موضوع النهاردة عن الموقع العام، ايه اللي احنا بنحتاجه بالنسبة لنا في عمل الرسومات التنفيذية. الأول بس نحب نوضح الفرق بين موقع عام وتنسيق الموقع. الموقع العام الأول بيبقى فيه، لو بصينا على السكتش اللي موجود معانا هنا دوت، لقينا عرفنا ايه البيانات اللي عرفناها. عرفنا المبنى التغطية بتاعته ايه، فين الأماكن بتاعت الحركة بتاعتنا، فين مكان الباركينج، فين مكان المماشي، في حمام السباحة باين، في مسطحات خضراء، في فرق في ال في شجر موجود بيظلل في بعض الأماكن. ده عرفنا الفكرة اللي موجودة فيه. العناصر اللي موجودة فيه في الفرق بين الموقع العام، إن أنا عرفت المبنى فين، الأرض، أبعاده، وبين تنسيق الموقع. تنسيق الموقع ده مش الكورس بتاعنا، بس تبقى انت عارف برضو ان تنسيق الموقع ايه المفردات اللي انا هعمل بيها تنسيق الموقع ده. قال لي في عناصر اسمها هارد سكيب، سوفت سكيب، تأسيس موقع، شبكات ري، شبكات صرف، تفاصيل. معنى كده ان كل دي لوحات هحتاجها عشان اعمل بيها تنسيق الموقع. كل بند فيهم ده بيمثل لوحات تفاصيل. انا اللي يخصني بس السنة دي هي اللوحة بتاعت تنسيق الموقع. برضه عشان تبقى انت مستوعب كلمة هارد سكيب وسوفت سكيب، السوفت دي عايدة على النباتات والمية والشلالات، الهارد عايدة على الأرضيات وإنشاءات الموقع سواء أسوار سلالم. تأسيس اللي هو الأماكن زي النوافير، مقاعد، كباين تليفون وهكذا. شبكات الري اللي هي زي اوصل الري للنباتات اللي موجوده معايا، وشبكات الصرف اشيل الميه الزياده. التفاصيل اللي هي التفاصيل بتاعه تاسيس الموقع، التفاصيل العناصر الصلبه اللي موجوده في المشروع بتاعي. كل ده، لا ده موضوع كبير خالص محتاج دراسه، وبيدرس في خلال السنين اللي جايه في ثالثه وفي رابعه في مواد اللاندسكيب ومواد التصميمات التنفيذيه. اللي يخصني في الموقع العام ان انا اخرج من فكره السكتش، ان في فكره معايا ان انا ابتدي اوصلها الرسمه معماريه. تخصني في الموقع العام كتله المبنى نفسه، ايه التغطيات اللي موجوده، في فروق ارتفاعات موجوده ولا لا. المبنى ده عشان انفذه يبقى لازم في محاور غيرت في شكل الكتله، في كلمه روبير ان انا هبتدي فين المبنى بتاعي، اعرف المناسيب، اعرف الشارع، حدود الارض، سهم الشمال، اللي على اساسه هبتدي انفذ المبنى. فالموقع العام بالنسبه لي الأهم، يعني على مستوى سنة أولى دلوقتي أنا عاوز أعرف المبنى دوت إيه كتله، إيه المحاور المؤثرة فيه، إيه حدود الأرض اللي حواليه. اللي أنا ببتدي تبقى الرسمة معايا من أول، بدل ما تبقى سكتش لا تبتدي تاخد رسمة معمارية، أحدد منها إيه فوق الارتفاعات اللي موجودة، المداخل، المناطق اللي مبلطة، المناطق المزروعة، شكل الشوارع، أبعاد الأرض بتاعتي، في جار ولا مفيش زي البلان دوت. بما ان في رصيف داير ما يدور ما عدا جنب واحد، يبقى اكيد الجنب ده هو ده كده جنب جار. المداخل اللي موجوده في مشروعي، في رامب يبقى ده مكان الباركنج. اللون الاحمر اللي موجود ده يبقى فيه فروق في الارتفاعات موجوده معايا، يبقى كتله المبنى اللي فيها اكتر من ارتفاع موجود معايا. ده اللي هحتاجه عشان انفذ بيه مشروع، اعرف المسقط الافق، اعرف مشروعي او الكتله دي، الموقع العام ده علاقته ايه بالارض عشان ابتدي انفذ بقى مشروع بتاعي. البنود اللي موجودة في الموقع العام دي هتلاقيها بالظبط أقرب ما يكون للبنود أو التشيك ليست، قائمة المراجعة اللي أنا هنفذ بيها. يعني لو في بلان كده موجود معانا باين حدود الأرض بتاعتي والملكية، الشارع الرئيسي، الأبعاد بتاعة الأرض، فين أماكن الجار مكتوب الأبعاد، فين مكان الجراج، المبنى لو تلاحظوا المبنى كده فيه ارتفاعين، ارتفاع بتاع غرفة السطح والسلم، وارتفاع بتاع سطح المبنى كله. هتلاحظوا في كيرفات موجودة كده صغيرة تحت وفوق الحدود بتاع سطح المبنى، يبقى معنى كده دي ايه، دي زي بلكونات صغيرة بس مكشوفة. ايه تاني هتلاقي في ناحية الشمال تحت عند كلمة جراج كده في ركنة المبنى، في علامة بتاعة المنسوب موجودة معايا. لو تفتكروا محاضرة المصافر كان في كلمة ايه، نقطة البداية، ان انا ساعة لما اجي ابتدي انفذ المبنى ده ابتدي منين عشان انفذه. فدي أقرب نقطة لحدود الأرض اللي موجودة معايا، وأقرب نقطة لركنة من المبنى اللي على الشارع، فبالتالي أقدر أحدد إن هي دي البداية اللي موجودة معايا. يبقى النقطة دي لو أنا عرفت الإكس والواي بتاعتها أقدر أبتدي المبنى بتاعي.
فبالتالي كلمة روبير ونقطة البداية دي حاجة مهمة بالنسبة لي عشان أبتدي أنفذ المبنى. كلمة رسومات تنفيذية، يبقى الموضوع اتقلب اتطور معايا من أول إن هي فكرة، بعد كده أحاول أخليها رسومات يعني معمارية، بعد كده تبتدي الرسومات دي تاخد لها أبعاد وبيانات اللي هي توصيف عشان تبقى قابلة إنها أنفذ بيها المشروع. إيه اللي زاد بقى عن الرسمة اللي فاتت؟ زاد الأبعاد، وزاد ايه كمان؟ زاد معايا المحاور. في محاور ظهرت، بس انهي محاور؟ المحاور المؤثرة في كتل المبنى، يعني لو كان في اي محاور جوه المبنى مش هتأثر في شكل كتلة المبنى، فبالتالي يعني المساحة بتاعت سطح المبنى دي اكيد كان في محاور موجودة في المساحة دي، المساحة دي كبيرة لكن مش هتأثر في وحدة المبنى، الاوتلاين بتاع المبنى ما تأثرش، فبالتالي مش هحتاج المحاور بتاعتي، المحاور المؤثرة في كتلة المبنى. وتاني كتلة المبنى وكتل المبنى، بمعنى كده في أكتر من كتل. لو تلاحظوا إن كتلة السطح إيه اللي حصل؟ في دروة موجودة داير ما يدور غرفة السطح، أبص الدور اللي تحت منها سطح المبنى ألاقي الدروة مالها اتقطعت، لأن دي دروة خبطت في سطح غرفة السطح، لكن سطح غرفة السطح بتاع غرفة السطح الدروة بتاعته مستمرة. بشوف شكل الدراوي اللي موجودة معايا، افهم منها الكتل بتاعتي، وافهم ايه كمان برضو، ان معنى كده ان سطح غرفة السطح ليها دايرة منسوب اللي هو ظهر باب السطح، وسطح المبنى برضو له كمان دايرة منسوب اللي هو فرق ارتفاع الدور اللي بين الكتلة بتاعت السلم وكتلة المبنى نفسه. يبقى بقى في كمان مناسيب، وفي حاجة اسمها اللي هي الروبير، اللي هي زي ما قلنا اللي هي عند نقطة البداية اللي موجودة معايا. كلمة روبير دي اللي انا هقدر احدد منها ايه المنسوب اللي انا هبتدي انسب منه المبنى بتاعي، وبيحبذ ان يكون له علاقة مثلا بالمطبق بتاع الرصيف بره، او اي نقطة ثابتة تكون موجودة معايا. ونقطة البداية اللي احنا شاورنا عليها تحت دي اقرب نقطة ابتدي انفذ بيها، اللي هي عند 1 د، المحور 1 د، يبقى النقطة اللي عند محور 1 د دي أقصى اليسار تحت يعني، هي دي نقطة البداية اللي موجودة معايا. وممكن كمان أزود عليها، أزود عليها كمان نقطة تانية، لو أنا جبت النقطة اللي هي عند المحور د 6 دي نقطة تانية، لو أنا قست الأبعاد بتاعتها برضو إكس وواي بتاعتها، يبقى أنا ضمنت إن المبنى دوت هياخد الوضع الصح الرأسي بتاعه، مفيش فيه ميول، مفيش فيه نسبة خطأ، نسبة خطأ أقل ما يكون. تاني حاجة هحتاجها في المشروع بتاعي أو في الموقع ده، هحتاج أبين فين البوابات، فين الأسوار، فين الشارع، فين أبعاد الجار. بدأت البيانات كلها تظهر معايا في اللوحة دلوقتي. ومقاسات تنسيق الموقع، لو أنت عامل اللي هو مساحات زرع ولا لأ، بس هو الأهم دلوقتي اللي هي المبنى، محاور مؤثرة في المبنى، الروبير، الدراوي اللي موجودة معايا، حدود الأرض، أكتب بيانات إن ده جار ولا رصيف أو شارع يعني، وسهم الشمال، زي ما قلنا سهم الشمال بيكون في الخرطوشة اليمين، وبيكون أبسط يعني أبسط شكل سهم، وممكن أرسم خطين متعمدين عشان يبين زاوية الميل بتاع سهم الشمال. ده المسقطين اللي معايا، المفروض إن اللي هيظهر معايا مين؟ السطح بتاع تاني دور، الدور اللي تحت منه لو ظهر حاجة هيظهر، لو في كتلة بارزة ولا لأ. هتلاقي اللي ظهر معايا السطح بتاع تاني دور، المحاور اللي موجودة معايا، هنصادف بس ان كل المحاور تقريبا مؤثرة في كتلة المبنى فظهرت معايا. ممكن يظهر معايا السلم كامل، وممكن ما كانش السلم يظهر، يظهر لي الدروة بتاعة السلم بس كما لو كان انا شايفة، انا كده كأني قطع دور السطح، لكن الصح في الدروة ان انا ما بينش السلم اصلا. ويبين ايه كمان؟ يبين اي اضاءة عضوية هي موجودة معايا. لو فاكرين في القطاع ان احنا كان مثلا عند المدخل كان فيه زي سكاي لايت، اضاءة عضوية موجودة، برسمها مسقط افقي ليها، فبتبان بأي شكل انتوا كنتوا عاوزين تعملوه. هي دي كده شكل باين على انها شكل متمم وبارز. الدروة بتاعة المبنى هتلاقيها مستمرة معانا. المحاور انا كده كده مفيش فتحات موجودة معانا هنا، فهتلاقي خطوط الابعاد اللي مرسومة، طبعا خطوط خفيفة شوية لان لوحة الطالب معمولة برصاص، هتلاقي مفيش تفاصيل يعني مفيش خط تفاصيل، هتلاقي خط محاور وكتل وكل.
محاور وكتل وكل، يعني ما بقوش أربعة أبعاد زي الأول زي المسقط الأفقي، لا بقوا ثلاثة بس، محاور وكتل وكل. التشيك ليست اللي موجودة هنا ديت بتاعة يعني، لا هي أكبر منكوا، احنا عاوزين نلتزم بالتشيك ليست اللي هي الأصغر اللي هي روبير حدود الملكية. أنا بس أنا عاوزاك تبقى أنت عارفها عشان تبقى أنت فاهم إن كمية البيانات اللي المفروض تتوفر في لوحة الموقع اللي عندي عشان أنفذ بيها لا أكتر كتير من اللي احنا يعني من اللي احنا طالبينه. بس لو أنت عملت الأساسيات صح اللي هي حدود الملكية، الشوارع، الروبير، اسقاط الكتل الاعلى في الاقل في الارتفاع، لان لسه حتى كمان في حاجه اسمها تتقيل بتاع الكتل، بتقل الكتله الاعلى وبعد كده اخف خطوط الكتله الاقل منها والاقل منها كده. يعني لو عندي 3 كتل مثلا، مبنى 3 كتل، يبقى اقرب كتله اعلى كتله هي اللي هتكون الدروه بتاعتها تقيله قوي، الكتله اللي اوطى منها شويه هتكون سماكه الخطوط اخف شويه، الكتله اللي هي القصيره في ارتفاع دور واحد مثلا او اقل ارتفاع دي هتكون خط خفيف. والابعاد زي ما بنقول الابعاد هتبقى ابعاد بتاعه الارض، ابعاد بتاعه المبنى، وابعاد المبنى الخارجيه، محاور، كتل، كل المناسيب، المناسيب اللي هي على سطح المبنى والمناسيب اللي هي موجوده في الارض، البيانات اللي هي نقطه البدايه، سهم الشمال، الجداول، الهارد سكيب والسوفت سكيب انتوا لسه ما اخدتوهاش، بس انت تبقى عارف ان دي لسه تفاصيل المفروض نستكملها ان شاء الله في كورس درجة. خطوط القطع ورموز التفاصيل هي هي برضو نفس القطاع اللي انت كنت عملته في البلان، قطاع واحد واحد، واحد اتنين، واحد واحد، اتنين اتنين، مكان خط القطع انا بعطه. ده مثال لمشروع الطالب، اللي اوت هو موجود في اقصى اليمين فوق، بس هو كان موجود فيه خطوط كده لو تفتكروا معانا كنا بنقول ايه الخطوط ديت، خطوط بتاعة الصرف، لا احنا مش عاوزينها في مشروعكم. فاكرين لما كنا بنقول ان في على السطح في 7 سنتي متوسط خرسانة ميول، اللي كنا بنقول معناها ان في اوتار طول بتاعها 14 متر، بيخلي بنعمل خرسانة الميول دي بتميل من ال7 سنتي لغاية الصفر عشان تجمع المياه كلها عند نقطة الصفر ديت وتبتدي تجمع المياه على مزراب او على ماسورة صرف، ومنها تحت لغاية لما ينزل لغاية الدور الارضي بيبقى في حاجة اسمها ايه كوع كعب جزمة بيصرف المية الزيت. احنا عاوزين الدروة لا من غير الخطوط بتاعة الصرف دي، عاوزين بس الكتل زي السكتش اللي عدى من شوية. المشروع بتاعنا كده لما نيجي نرسم اللي اوت هتلاقينا بنرسم اللي اوت بتاع الدور الاول، نرسم البراوي، مش هنحتاج تفاصيل المسقط من جوه، اللي هيظهر معانا يعني غرف النوم والحمام والنوم الرئيسية، كل دول هيبقوا كل ده مسطح واحد، التراس اللي موجود فوق قدامك اللي ممكن يكون على نفس التغطية وممكن ما يكونش، لا يكون مكشوف، فراغ المدخل قبل ان انا احط فوقه سكاي لايت، في التراس ناحية غرفة النوم ممكن اخليه متغطي او ممكن اسيبه مكشوف، لكن هتلاقي الاوت لاين بتاع الفيلا كله بيلف حتة واحدة بس، وكتلة السلم هي اللي هتكون اعلى، والمدخل حبيت تغطي الترس يبقى هيظهر لك زي يبقى مش هيظهر، حبيت تكشفه يبقى الحوائط بتاعة المعيشة الداخلية والنوم هم اللي ظاهرين والترس هيفضل ظاهر برضو معاك. دي مشروع اللي هو نفس المشروع بتاعكم، مشروع طالب اللي اوت هو اللي موجود تحت، وياريت ان احنا نرفعه فوق نخليه اقصى اليمين، نبص كده هتلاقيه راسم ابعاد الارض ايا كان عاوز تخلي الشارع في اي ناحيه زي ما عجبك، وبس الفكره ان هو الروبير اللي هو عامله او نقطه البدايه اللي هو عامله لا المفروض انها تكون على ركنه المبنى، يعني ركنه ضلع من اضلاع المبنى. راسم اللي عامله زميلكو ان هو راسم السلم هو اللي ناحيه اليمين دوت تحت، كتلته عاليه، التراس اللي ناحيه غرفه النوم لا سايبه مكشوف هو، والتراس اللي ناحيه المعيشه. الفروق الارتفاعات بقى معنى كده ارتفاع كتلة السلم أعلى حاجة، وبعد كده كتلة المبنى، وبعد كده إسقاط ال2 ترس الصغيرين اللي باين تحت كده اللي هي متهشرة مربعات، دي حتة من حمام السباحة، واحنا كنا راسمين خط قطع لأن يعني كأننا خدنا جزء من المسقط مش واخدين جزء من الأرض، مش واخدين الأرض كلها. الابعاد المحاور اللي هتكون طالعه معانا هتلاقينا استغنينا عن محاور كتيره جدا جوه،
لان هي مش مؤثره في كتله المبنى. حافظنا على المحاور اللي بتحافظ على حدود المبنى بس، وبرضو خطوط الابعاد اللي هتترسم ابعاد محاور كتل كلي من كل جنب، ولو مفيش كتل يبقى بالتالي هنشيل الخط بتاعه. وبقول الارض دي كام في كام، وبشاور ده هنا جار هنا جار هنا شارع، ايا كان البيانات اللي هحطها. هراجع التشيك ليست اللي موجوده معايا هنا، زودت حاجه دي يعني خير اذا ما كانش، يبقى على الاقل التزمنا بالابعاد اللي موجوده. المفروض ان شاء الله بعد ما بنسلم اللوحه دي بنرجع نجمع كل لوحات المسقط، لوحات المشروع بتاع الفيلا، نراجع ونستكمل. احنا كده بنكون سلمناها كل اسبوع، بنستكمل البلانيات واجهات قطعات، بحيث ان لما نيجي نسحب الصور وتبعتوها لنا تكون المشروع متكامل وياخد الدرجه كامله مره واحده. اشكركم وبالتوفيق.